خير. انا اسمي محمد حمزه، 42 سنه، معالج نفسي ومدرب حياه، وفي الثوره المصريه من اللي بيسموهم نشطين سياسيا، ومن الناس اللي المفروض ان هم بيدربوا كوادر وقاده علشان يسوقوا المستقبل. بصراحه الاخوه طلبوا مني ان انا اشرح ليه انا قاعد بدافع شبكة يقين الإخبارية. طلبوا مني ان انا اوضح، او حضروني في نقاش مع بعض الاشخاص عن القوى السياسية وعن دور الاخوان ودور البرادعي ودور المجلس العسكري. فمن الواضح ان هو موضوع مهم جدا ليهم، فخليني اشرحه لكم ببساطة. يمكن لفت نظر الناس اللي في شبكة يقين قوي موضوع ليه انا بدافع عن البرادعي. انا هجيبها لكم ببساطة. انا النهاردة واحد من الناس لو البرادعي طلع بيرشح نفسه للرئاسة في الغالب مش هديله صوته لو في واحد احسن منه قدامه، كويس؟ ولكن الواقع اللي انا بشوفه النهاردة ايه؟ البرادعي مين هو؟ البرادعي بالنسبة لي هو مواطن مصري ساعد شباب كتيرة جدا على فكرة التغيير، ساعدهم على ان هم ياخدوا قرارات اقوى في حياتهم، شجع الناس حتى لو ما كانش موجود مع الشباب الصغيره بان هم يقولوا لا وينزلوا الشارع ويعبروا عن رايهم ويطلعوا على النت ويبذلوا مجهود. وفي الاخر اكتشفت ان الشخص ده مش عايز حاجه. انا كنت متوقع فيه ان هو يبقى عايز يكوش وعايز يلعب دور وعايز ياخد دور قيادي او رياده، لغايه ما بدا ان هو يبان قدامي بوضوح ان لو طلبوا منه رئيس وزراء كان هيوافق، لو طلبوا منه حكومه انتقاليه كان هيوافق، لو طلبوا منه مجلس رئاسي كان هيوافق، لو اي طلب الطلب كان هيوافق. ده انا رساله بتقول ايه؟ ان الراجل ده مش فارقه معاه الدور اللي هيلعبه طول ما هو هيلعب دور لمصلحه مصر. انا مصري وبحب مصر، انا ما يفرقش معايا مين اللي هيسوق، سواء كان بني ادم زي البرادعي، بني ادم زي اي حد، المهم ما يعملش فيها واصي عليا. المهم ان هو ما ياخدش دور الوصايه ويقول لك انا الشعب. لا، ما فيش عندنا الكلام ده. احنا جربنا الحكم الفاشل اللي اسمه الحكم العسكري الفاشل لمده 52 سنه النهارده في حياه مصر، او 60 سنه في حياه مصر النهارده. والنتيجه كانت ايه؟ بقينا متخلفين، رجعنا الى الوراء بقدر كافي، مش قادرين ندخل في السباق العالمي، مشيسين، امريكا واسرائيل يقولوا لنا يمين يبقى يمين، شمال يبقى شمال، كفايه بقى، احنا مش عايزين الكلام ده، احنا عايزين نعيش. احنا من حقنا نبني مصر نظيفه. من حقنا يبقى لنا دور. من حقنا ان ما فيش مجلس اعلى للقوات المسلحه ولا غيره يملي علينا شوطه. من حقنا ان عمر سليمان ما يبقاش هو الحاكم بتاعنا النهارده. ده من حقنا، احنا قمنا بثوره. هما الناس دي ايه؟ مش حاسه؟ مش فاهمه؟ مش شايفه؟ الناس دي ما عندهاش دم. احنا قمنا بثوره. اللي حصل ده ثوره. ده مش حركه، ده مش تظاهره، ده ثوره. ولازم ناخد موقف النهارده. مستنيين ايه؟ ما تقوموا بقى فوق يا شعب مصر. قبل ما الدنيا تتظبط لقينا واحد زي وائل غنيم اول واحد يطلع يقول لك ما تقسموش التورته، لان لسه ما فيش تورته. وتاني منظر الاقيه الاخوان قاعدين بيضمموا مع عصام شرف ومع المجلس العسكري عشان يلحقوا ياخدوا لهم كراسي. القصه مش كده يا اخوانا، افهموا بقى. ما تلعب معاكم الدور ده قبل كده؟ ما اتعلمتوش؟ الشعب المصري بتاعنا ده النهارده هو مكتوب عليه ان هو يا يتهان يا يضرب في بعض. اخوانا عايزين نرجع تاني كلنا ايد واحده. الموضوع مش في البرادعي ولا في غيره، الموضوع ان لو واحد مصري النهارده قدر يقدم لنا ورقه بتقول حاجه مفيده ناخد الورقه، بلاش الشخص. سيبك من البرادعي، سيبك من الاخوان، سيبك من صفوة حجاز، سيبك من كل دول. تعالوا نحط ايدنا كلنا في ايد بعض، ربنا يوفقنا كلنا، ادينا بنحاول. اتفضل. في عدم وجودهم في التحرير. لا، مش ده اللي بلوم عليه. طيب ده مفهوم غلط، او ده مفهوم الناس بتحرفوا، بعض الاخوه والجماعات بيحرفوه علشان يحلوها لنفسهم. الواقع انا بلوم على الاخوان خيانتهم للثوره المصريه. الاخوان زي ما احنا كلنا عارفين مروا بمراحل كتيره كانوا مستخبين تحت الارض. انا مش هلومهم على الاحساس اللي جالهم، احساس الخضه. انا طول عمري قاعد شغال في الظل، ومره واحده حطيت في النور، هبقى مخضوض وخايف، فعايز الحق اكوش.
اي حاجه اي حاجه. القصه مش اي حاجه، القصه ان احنا قمنا بثوره وهم كانوا جزء منها وليهم دور مهم فيها. ازاي النهارده يخونوا الثوره ويقول لك ايه انا اخد المكسب القليل واي حاجه تيجي من قدامنا. طب انا عايز نصيحه للاخوان كاتجاه موجود في البلد سخن جامد في البلد. الرساله اللي عايز توجهها او النصيحه يعني ايه سخن جامد؟ يعني كتواكل او سخن جماهيري. يا فندم الكلام ده مش حقيقه، الكلام ده للاسف للاسف لا مش قليل، هو فصيل وليه مقاسه الحقيقي في الدنيا وليه قطاع وشريحه بتحبه، ولكن مش بالقدر اللي هم فاكرينه عن نفسهم. تمام. عايز ده الحقيقه. انت عايز يقدم ايه لمصر وايه النصيحه اللي تقدمها؟ ينزل من الكبر بس مش اكتر. واحد واثنين يعني هي الكبر مش اكتر، الكبر ينزل من الكبر شويه ويبدا يشوف مصر محتاجه ايه مش هو عايز ايه. تمام. بس النصيحه اللي تقدمها بس بس. واذا كان واحد من الاخوان هيقول لي ان هم عشان بقالهم 80 سنه ولا تنظيم مش عارف ايه ولا بذلوا مجهود اكتر ولا اتحاربوا اكتر، لا هقول لهم تعالى بقى بص على الجماعه الاسلاميه، ما في منهم بال 20 سنه في السجون في لغايه النهارده ما خرجوش، في ناس اتقتلت. فانت يا اخوان مش خلاصه الموضوع، فوق بقى وركز معكش الصف يعني كلنا مع بعض، ما انتش انت المسلم وانا اللي كافر، ده مش حقيقه. انت سميت نفسك اخوان مسلمين عشان تتمسح فيا مش اكتر، مش العكس، عشان تبقى انت اخويا مش عشان انا اخوك، لا افهم بقى فوق انا الاصل مش انت. شكرا.